مصطفى أمر يعلق على ارتباط نجله بميان السيد، تحدث بكل وضوح عن علاقاته بزملائه في الوسط الفني، أعلن السر وراء ظهورهما في عدة مناسبات مؤخراً. إليكم في هذه الحلقة أبرز تصريحات مصطفى أمر عن نجله. علق الفنان مصطفى أمر خلال أحد لقاءاته الفنية على علاقة نجله بالفنانة ميان السيد، وأكد أن ما يتردد حول ارتباطهما شائعات لا أساس لها من الصحة، وكشف أن نجله يعتبر كل زميلاته في الوسط الفني مثل أخواته وعلاقته بهن طيبة. أكد مصطفى أمر أنه سعيد بتركيز نجله في عمله خلال الفترة الحالية، خاصة وأنه يسعى ليكون ضمن نجوم الصف الأول. أنباء ارتباط تيام مصطفى أمر بميان السيد انتشرت خلال الفترة الماضية بعد ظهورهما معاً في حفل منصة شاهد VIP، حيث تألقا معاً على الريد كاربت والتقطا العديد من الصور التذكارية، وظن البعض أنه توجد بينهما علاقة عاطفية بسبب صورهما معاً. واجه تيام أنباء ارتباطه بليلى زاهر عدة مرات خلال الفترة الماضية، لكنه كشف في أحد اللقاءات أن ملك وليلى زاهر تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ أيام المدرسة، وأن ظهورهما المتكرر معاً هو لصداقتهما القوية طوال مرحلة الطفولة. تيام مصطفى أمر من أشهر نجوم جيل الشباب، واستطاع أن يثبت موهبته بعيداً عن عمل والده في هذا المجال، وقدم عدداً من الأدوار المميزة التي حققت نجاحاً كبيراً. تيام مصطفى أمر هو الوحيد من أبناء مصطفى أمر الذين دخلوا عالم الفن، وكشف أنه بدأ مشواره الفني بمجهوده الشخصي بعيداً عن تدخلات والده، ويسعى حالياً لتطوير موهبته حتى يتفوق وسط زملائه في الوسط الفني.